ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. يا نصيب وهي تجارة الحظ، تجارة موادها الأحلام وأساسها الأمل، لا رأس مال لها، لأن المشتركين في مسابقة الأمل هم الذين يمولونها. تجارة يتواطأ فيها المتسابقون على بعضهم البعض، فيتشاركون على شراء حظ ويرضون بالنتيجة دائما، ثم يدمنون على هذه الشراكة الأسبوعية التي تدعى يا نصيب، مؤسسة قائمة على مساهمين لا يعرفون بعضهم البعض، لكنهم متشاركون بسمة واحدة هي الأمل. كلهم دون استثناء يحصلون على الأمل لمدة أسبوع، ولما لا وقد دفعوا ثمنها، بطاقة أو نصف بطاقة يحققون بها كل ما يحتاجونه. أسبوع وهم يتفتلون في الأسواق، يشترون العفش والستائر للبيت الجديد، يشترون بيتا قبل ذلك في صحنايا أو الجديدة أو ضاحية ما، ذلك أن حجم الأمل الذي اشتروه لم يعد كافيا لشراء بيت في مركز المدينة. لكن لا بأس مع وجود سيارة صغيرة تقطع المسافات وتجعل جديدة عرطوس في مركز المدينة وضاحية قدسية على ضفاف أبي رمانة. حلوة الأبي رمانة مو هيك؟ أسبوع ويسافر المساهم في حفلة يا نصيب الأسبوعية إلى تركيا أو بيروت. لتركيا أحسن حبيب، خاصة أنه ما عاد في لا فيزا ولا ميزة. وقد سافر أصدقاء الشعراء في حلب إلى عنتاب في قطار الفرح ليأكلوا اللحم بعجين العنتاب الشهير وعادوا، ولم تكلفهم الرحلة شيئا يذكر. إذا أسبوع يا حبيبي ستعيشه في نعيم خيالك وستحقق فيه أقل احتياجاتك، ذلك أن الأمل حتى في بطاقات يا نصيبنا محدود. أسبوع اجتمع فيه جمهور يعد بالملايين على إنتاج الأمل لينتهي بصورة واحد منهم على ورقة يا نصيب. إنه الفائز، إنه الرابح، إنه المختار. اختارته الدواليب، لم تختره شخصيا، شو عرف فيه أصلا؟ اختارت رقمه الذي اختاره بنفسه أو أخذه عشوائيا. أسبوع تقاسم فيه منتجو الأمل الأحلام والرغبات الدفينة، يمزقون الحلم، يقطعونه، يقسمونه إلى عدة ملايين، ثم تأتي الدواليب وتلصق الورقة من جديد وتقول لحبيبنا روح فلقد ابتسمت لك، وتتكرر القصة كل أسبوع. لكن أما من آمال أخرى، يا نصيب على قصة حب رومانسية خارقة حارقة، يا نصيب على منصب مهم، يا نصيب على راحة بال، يا نصيب على إنجاب طفل ذكر مو بنت، يا نصيب على إيجاد عمل، يا نصيب على الفوز بمباراة فوتبول، يا نصيب على الحصول على فتى الأحلام، يا نصيب على تحقيق كل الأحلام، يا نصيب على صحن مجدرة بدون حصى بدون أسنان مكسرة، يا نصيب على سقف تحت هذا المطر، يا نصيب على قلبك على توجيه دقاته باتجاهي. ركزي معي، لا تشوشي حالك، وجهي الدقات إلي فقط وما عليك، تركي الباقي علي، لا تجعلي من أسوارك منيعة علي، فلربما لا أكرر المحاولة ولربما أقبل بالحصول عليك في أحلامي وبالتجول في البيت معك في منامي. أولم أقل ذات يوم كنت منيعة جدا فخجلت منك آمالي. هكذا حدثنا هردبشت.